احمد سعيد يتقدم في الدقيقه السادسه، جول جول اول، وتصبح النتيجه هدف مقابل لا شيء. يتقدم عبد الله اليزيدي، عبد الله اليزيدي هو من يسدد ركله الجزاء، يضعها على يمين حارس المرمى، ولكن شوفوا وقفه حارس المرمى مسعود القحطاني لم يرتمع. حامد حفيظ يتقدم، ما في فيها تسلل، يا سلام يعدي، يا سلام، جول جول اول، محمد حفيظ او محمد حمد المري يسدد بشكل جميل جدا ويعدي من حارس المرمى يوسف البلوشي، وبالتالي يسجل هدف التعديل وتصبح النتيجه هدف مقابل هدف. يا سلام على التمريره البينيه الحريريه، يعدي من حارس المرمى على الكورته، لاعب قوي جدا بنيانيا وجسمانيا، يعدي الكورب، يا سلام، يخلي لنفسه طريق، جول جول جميل جدا، جول ولا اروع من جانب الكوربي، خلى لنفسه طريق وفتح لنفسه شارع وسجل الهدف ولا اروع، وضعها في الزاويه 90 ويعلن عن هدف التقدم، وتصبح النتيجه هدفين للسد. يتقدم على حساب الريان، ولكن عدى بسرعته وفتح لنفسه شارع باسمه، وبالتالي يا سلام على حدود ال 18 يسجل وهدف.